بعيدا عن السياسة والتمارين العسكرية في الكويت، انتشرت طبعا في الآونة الأخيرة هواية تربية الحمام الزاجل، واللي طبعا أيضا كان هناك لها بطولات وفعاليات وتنظيم لهذه المسابقات وتعدد المشاركات إن كانت محلية وأيضا دولية وعالمية، وتحقيق إنجازات كبيرة في هذه الهواية التي تجمع روح التنافس بين الهواة. نتابع هذا التقرير ومن ثم لنعود إن شاء الله. هواية الحمام الزاجل في الكويت واهتمام بهذه الرياضة لما تتميز به من مزايا عديدة، منها روح التحدي وتحقيق إنجازات غير مسبوقة وتوجيه القلب والعقل للتذكر في بديع صنع الله. يبرمجون الحجل هذا على الساعة، ساعة تأخذها الطير يروح عند سيارة للنادي، وإذا وصل الطير أول ما يطب على المهبط مال الساعة تصيده. الحجل هذا فيه مرقم في رقم الحجل وكل شيء، فهو مبين لك كل شيء، وهذا هو على قولتهم سباقاتنا، والحمد لله يعني على قولتهم مناسة بيننا وبين بعض، ولا في يعني حتى الزاجل يحببك في شيء واحد يا أخي، حبك على قولتهم ولا لك شلون يعني شلون يوصلك تهدم السعودية من حدود قطر ويوصلك للبيت. الاهتمام بهواية الحمام الزاجل وتشجيع كافة الهواة والمربين هو ما يسعى له هواة الحمام الزاجل لتطويرها والمساهمة في انتشارها. طبعا بالنسبة حق حمام الزاجل، احنا عندنا حمام طايرة على البيت، وفي عندنا نقاط اللي هي تودي الفرخ وهو صغير حق النقاط وتشارك فيه، ولله الحمد العام حصلت على أفضل طير في نقطة الكويت، وهالسنة هم حصلت على أفضل ثاني طير في نقطة الشهيد. وطبعا سباق حمام الزاجل إذا بتودي أنت برا البيت لازم يكون فرخ صغير، تودي بعمر يمكن خلينا نقول أول ما يعني يفطمونه أهله تودي، وهناك عادهم يبدون تدريجيا يدربونه ويرجع لها، والسباقات تكون من نفس المكان اللي هن نسميها النقطة. أما سباقات البيت لا، أنت عاد تبدأ تجهزه من هو صغير، تلايقه تخليه يحفظ البيت المكان عدل، بعدين تبدأ الدربة تدريجيا. إنجازات عديدة حققها هواة الحمام الزاجل ورفعوا راية الكويت في المحافل الخليجية والعربية والعالمية لسباقات الحمام الزاجل. وائل الحويدر، تلفزيون دولة الكويت. مشاهدي الكرام، بما أن عدنا لكم من جديد بعد هذا التقرير الخاص بمربي الحمام، راح يكونوا ويانا في هذا الاستوديو اثنين من مربي الحمام، الأستاذ طلال هبيدة حياك الله ويانا، والأستاذ حيدر حداد حياك الله ويانا. الله يحييك. ونقول لكم طبعا بداية مبروكين على هذه الإنجازات والجوائز اللي سمعناها، لكن أبدي ويا طلال هبيدة هواية تربية الحمام. وايد ناس تقول هذه هواية، لكن في الآونة الأخيرة نشوفها تحولت إلى مهنة تقريبا، ايش رايك بالكلام؟ والله بالبداية نفس الشيء، انا ترى دشيتها اول شيء كذي، بعدين تولعت فيها وحبيتها حيل. لين شنو الحمام اللي توديها 600 كيلو وترجع لنفس المكان؟ شنو اللي فيها؟ يعني انا لو اودي اي شخص اودي اي مكان يعني مسافة 600 كيلو مسكر عيونه ما يرجع حق بيته او يضيع شوي. هذه خلال ساعات توصل حق المكان اللي انت ربيتها فيه. زين، ما ادري يعني حيدر، كان على كلام اخوي طلال ان 600 كيلو خلال ساعات. نعم. انا من خلال التقرير سمعت قبل شوي ان تاخذون فرخ صغير عقب ما تفطم امه وتطلعون فيه ويتم تدريبه. الفتره هذه شلون بتصير وشلون راح يروح ويرد ويدل؟ فهي سلمك الله، هي اذا انت بتودي نقاط خارجيه او محليه تودي اول ما تفطمه، احنا كلمه تفطمه انه يعتمد الفرخ ياكل خلاص على نفسه هو ياكل بروحه، ناخذه نوديه حق النقاط هذه تبدا عاد تهتم فيه وتربيه وتدربه شوي شوي، تخليه يتعود على المكان اللي حوله. بعدها يبدون في تدريب تدريجي اللي هو 10 كيلو 50 60 لبدايه اول سباق مثلا 200 كيلو، لكن يرجع لنفس النقطه، يرجع حق مكان الشخص اللي احنا نسميه النقطه. اما في البيت لا، البيت يفرق، البيت انت المربي تحطه عندك في البيت تعلمه شيء يحفظ المكان اللي عنده، بعدها تخلي فتره يعني ما يقارب الشهر ياخذ يطير على البيت، بعدها تبدا تنقله تدريجي.
حلو. 5 كيلو، 10 كيلو، 20، 30، لين توصل حق المرحلة النهائية. خلينا نقول إحنا بحكم الكويت عندنا 100 كيلو. جميل. بعدها خلاص تبدأ موسم السباقات عندنا. إحنا موسم السباقات يبدأ عندنا أول سباق 150 كيلو لغاية 600 كيلو. ما شاء الله. نودي أول سباق. ما يريح الطير الحمامة ما تريح يعني ولا؟ أسبوعياً إحنا سباقاتنا. حلو. أسبوعياً سباقاتنا. طبعاً الزاجل لازم تتعامله كلاعب رياضي عند كرة قدم. ما يصير تجهده زايد وما يصير تريحه زايد. لازم تحافظ على لياقته وصحته البدنية. خوش. أخوي طلال يمكن إحنا نعرفه من عمرنا يعني طير شيء وناس و. محكر طقب مسمارين وهذا وشبك وسلام عليكم وراح. الزاجل نفس الطريقة ولا لا؟ مسكن غير، طريقة أكله غير؟ أكيد لازم أنت أول شيء تهيئ للمكان الزين اللي يرتاح فيه، والأكل يختلف، لازم فيه بروتينات تصير فيه عشان تعوض الطاقة اللي أنت قاعد تدربه فيه. هذا يلعب حديد الله يسلمك. نفس اللاعب الكورة، أنت شلون عندك بطولة، شلون تجهز اللاعب هذا للبطولة؟ الزاجل نفس الشيء. ما شاء الله. يعني تبعده عن الأمراض، تبعده عن كل شيء، ولازم نداري يعني توخر عنه، تسلمه على قولتهم المسابقة سليم من ناحية لياقة وصحة. إذا ما صار صحة ولا لياقة ما راح يجي الثالث اللي هو الفوز. زين، والخانات مالت الحمام هذه هي ولا تتغير من الزاجل إلى الحمام العادي؟ الخانات عادي نفس الخانات، أنت هذه الاستوكات. الخانات عادية نفس الشيء، اللي هو أهم شيء تخلي الأهل سليمين على أساس يطلع لك الفرق سليم. جميل. فقط زاجل، ما دخلتوا على أنواع الحمام الزينة؟ أنا بحكم من عمر دشيت بالزينة ودشيت باللوت ودشيت بالزاجل، دشيت بكذا هواية. خوش. هواية الزاجل لها طعم ثاني. صار لك شكثر في هالمجال؟ صار لي تقريبا ما يقارب 4 سنوات. ما شاء الله. إنجازاتك خلال 4 سنوات؟ خدت الأول على العالم. ما شاء الله. في نقطة البرتغال أخذت الأول في نقطة الكويت، التفوق على مستوى الخليج، وأخذت الثاني هذه السنة في نقطة الشهيد على أهم مستوى الخليج، وأخذت الأول بالتفوق على لجنتي. طبعا الند المشاكس لي البطل اللي أشوفه دائما صعب وأحاول أخطف من المراكز هو أخوي طلال الهبيدة، هو وياي بنفس اللجنة. ويوم دشيت أنا هذه الهواية أخوي نجيب قلت وين البطل؟ قالوا لي طلال الهبيدة. ما شاء الله. قلت إذا أنت بتصير بطل يا حيدر لازم تحط راسك براس البطل الكبير. والله الحمد يعني أول سنة دشيت لا على قولتهم بيننا بالرب يعني لا خلاني يعني أستضيق فاز ماني قادر أوصل له. السنة الوراها شديت حيلي وعلى قولتهم دليت الدرب شوي لا خذت أنا الأول التفوق وهالسنة خذها مني مرة ثانية. أي ما شاء الله. عموما أنتوا 2 إخوان إن شاء الله صلى الله يغير عليكم إن شاء الله، وهي منافسة شريفة. أي شيء إذا ما صار في منافسة ولا شيء يعني تمصف يصير مو حلو. مو حلو. طيب أخوي طلال شلون وصلتوا إلى يعني المشاركات اللي قاعد تصير خارجية برا الديرة؟ هذه اجتهادات صارت شخصية من بعض الإخوان، يعني مثل وكيل النقطة جنوب أفريقيا عندنا 2 علي الداهوم وعلي المين. وعلي الداهوم بعد هو وكيل نقطة البرتغال. ما شاء الله. يعني هذه اجتهادات شخصية. يعني ما في على قولتهم لا عندنا نادي اعترف في هذا، كل اللي قاعد يصير والهواية وتجميع عدد متسابقين أكثر من الهواة بالكويت، يمكن أكثر من 250 متسابق. فقط. تقريبا يعني هذا بالكويت ترى ما في نادي معترف فيه. نعم. هذه اجتهادات شخصية ودعم من بعض الإخوان يعني. نعم. لا طبعا أنا مستمتع جدا بالحديث وياكم لكن الوقت غلق علينا، فإذا عندك كلمة أخيرة أخوي طلال تبي. والله أنا أحب أشكر طال عمرك الداعمين حق الهواية مثل الشيخ خالد الصباح ومثل الأخ فهد الوطري، يعني داعمين بسيارات يعني قاعد يحطون جوائز سيارات حق الهواة. وأشكر رئيس اتحاد الكويتي السيد عدنان الكليب على جهوده الطيبة الجبارة صراحة الموسم اللي طاف كله، والشكر موصول لكم أنتم كل أبوكم ومخرجنا ما قصرتوا كلكم على الاستضافه الطيبه. اخوي حيدر ودك تقول شيء قبل ان ختم؟ طبعا نشكر شيء تلفزيون الكويت على تغطيته هذه الهوايه اللي الناس ما تعرف عنها شيء، ونشكر السيد فهد الوطري والشيخ خالد صباح على دعمهم حق الهواة، ونشكر علي الداهم رئيس نادي الكويتي وعدنان الكليب رئيس الاتحاد الكويتي، ونامل أن يكون هناك اعتراف في هذه الهواية بحكم أن شباب الكويت
رفعت علم الكويت عالمي محافل دولي وما في دعم وما في اعتراف نادي. فنتمنى أن يكون هناك اعتراف حق أهل هواة الزاجل، وهي هواية يعني ممتعة وتشغلك طول السنة. نعم. والشكر موصول لك أخوي نجيب. ساعة المباركة وتشرف فيكم أخوي حيدر الحداد وأخوي طلال الهبيدة، حياكم الله ويانا وشكرا لكم على وجودكم ويانا. الله يجزاك خير ومشكور أخوي نجيب.